أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: أنا أسكن بجوار والدتي وأقضي حوائجها من شراء بعض الأشياء الخاصة بها، ولكن زوجتي تغار من هذا الفعل، أرجو توجيهكم لي جزاكم الله خيرا. تغار، تموت، تحيا، لا تفكر في شيء، هذا حق لأمك، ما عليك من زوجتك، والله لو بلغت حنان السماء أو حفرت سدابا في الأرض ما عليك منها، أنت مكلف بها. تحول بين الابن وأمه؟ من هي هذه الزوجة أمام أم حنون حملتك كرها ووضعتك كرها؟ من الذي يجازيها ومن الذي يكافئها؟ هذه امرأة جاهلة، ما وجدت تغار إلا على ولد مع أمه. هذا يقول بعض العلماء هذا جنون ليس بغيرة، هناك جنون هناك غيرة، لكن هذا ألعن من الغيرة وأسوأ، لأنه جنون. ما أحد يغار من ولد مع أبيه وأم مع بنت مع أمها أو ولد مع أمه. الأم حقها عظيم، وعلى المرأة أن تتق الله وأن تعلم سعادة زوجها في بره لأمه، فإذا وقفت بينه وبين بره لأمه فويل لها من الله عز وجل، لأن هذا حرب يبيض بها الشيطان ولي الله المؤمن البار بوالديه، يسلط عليه زوجته. وبعض الأحيان مصيبة الزوج يغار من زوجته إذا برت أباها أو أمها، وهذا كله من عبث الشيطان، هذا جنون وليس بغيره. أنا المسلم أن يتق الله حق الأم كبير جدا، ما دامت أمك حية فادركها قبل أن تبكي الندم على فراقها، لا تفكر في زوجة ولا في أولاد ولا في أصحاب ولا في أحباب أمام الوالدين. فكر أين أنت مما أضعت من أيام خلت وأزمنة مضت، طالما ضيعت هذا الحق. والله إذا قبرت أو ماتت لبكيت بكاء الندم على كل تفريط وعلى كل تقصير. هذه أمك، قال إلزم رجلها فإن الجنة ثم، ما قال اقضي حوائجها. الله أكبر، إلزم رجلها، الجنة التي من أجلها سالت دماء الشهداء ومن أجلها بحت أصوات العلماء تعليما وتذكيرا من أجل الجنة عند رجل الوالدة، ثم تقول لزوجتها إلزم رجلها. الله أكبر، والله لو تأملت في هذه الكلمة يحار عقلك ولبك. ما قال أطعها، ما قال اقضي حوائجها أبدا، قال يا رسول الله أقبلت من اليمن أبايعك على الهجرة والجهاد، قال أحية أمك؟ قال نعم. قال إلزم، إلزم رجلها. إيش معنى إلزم؟ أولا غاية الذلة، لأن الرجل موضع القدم هذا غاية الذلة. والإسلام عزيز لم يقتصر القرآن وحده على التذلل للوالدين حتى تبعته السنة. الله يقول واخفض لهما جناح الذل، عبر بالذل للوالدين، ثم تأتي السنة وتقول إلزم رجلها، إلزم رجلها فإن الجنة ثم، أي هناك جنة الله سلعته الغالية عند قدم الوالد. أين أنت؟ أنت في جنة عظيمة ونعمة جليلة كريمة، ما دام قلب أمك يخفق، ما دامت الروح في جسد أمك، أدركها قبل أن تبكي بكاء الندم، أسكت لسانا يحول بينك وبين بر أمك، وصم أذنك عمن يدعوك إلى التقصير أو التواني أو يثبطك. قل للزوجة من اليوم إياك أن تفتحي فمك في شيء بيني وبين أمي، وإياك أن تعترضي سبيلي إذا قمت ببري لأمي، هذا حق واجب عليك ليس لك فيه منة، حق الأم. وما حق الأم؟ مهما فعلت ومهما بذلت ما جازيتها حقه. ولذلك لما ينظر الإنسان إلى نصوص، إذا نظر الموفق السعيد إلى نصوص الكتاب والسنة وجدها متضافرة متكاثرة في تقديم حق الوالدين، فلا يجوز للمسلم أن يترك أو يرخي العنان لزوجته. الزوجة لها حق، ولكن ليس على حساب الحق الأحق والأولى والأعظم، هو الوالدة والوالد. الوالدة تقول لك أريدك في شغل، فإذا بها تقول إيش هذا الوالد، ما نستمتع بك، ما نجلس معك، تقول لها أخرصي واصمتي، هذا أبي وهذه أمي، وهذه أمي جنتي وناري، لا تتكلمي في الوالدين من أول لحظة تسكتها. لا تتدخل الزوجة وصاحبك يقول لك ما هذا الأب الذي يشغلك، إلى متى أبوك، ما نستطيع نأخذك، ما تستطيع تسافر معنا. بمجرد أن يصل أحد ليدخل بينك وبين أبيك وأمك فأخرج لسانه وأوقفه عند هذا الحد، قل له كل شيء إلا والده، كل شيء تكلم فيه،
بالنسبة لأموري فيما بيني وبينك من خاصتنا إلا الوالدين، فاحذر وإياك أن تتكلم وإياك أن تثبط عزيمتي أو تضعف قوتي في بر لوالدي. ولذلك أوصيك ونفسي بتقوى الله عز وجل، وأوصي هذه المرأة أن تتق الله، وأوصي كل زوجة أن تتق الله عز وجل. كانت الزوجة تأتي إلى أم زوجها كأنها أم لها، ترعاها وتكرمها وتحسن عشرتها وتتذمن لها وتوفي لها، وهذا هو شأن الصالحات الموفقات، أنهن يحرصن على بر الزوج في والديه. المرأة الصالحة تقف مع زوجها تقيمه من منامه لبره لأمه، المرأة الصالحة تقيمه من منامه وتزعجه في راحته، يأتيها ويقول متعب، تقول له أبشر بكل خير، أنت أتيتني من جنة، أنت إذا قضيت حاجة الأم قضيت حوائجنا، لأن الله ببركة طاعة العبد، البركة في الطاعة، إذا طاع العبد واتقى الله عز وجل بورك له في قوله وعمله وماله وأهله وولده. ومن دخل إلى زوجه بارا بوالديه دخل إلى خير وإلى بر. فالمرأة هي التي تثبت زوجها، المرأة الصالحة. أما إذا كانت صالحة بالاسم والدعوة وتأتي تغار كل ما دعت الأمة كل ما سألت، هذا ليس بغيره، هذا جنون، وإياك أن تتبع. أمرك الله بالعقلاء ونهاك عن امرأة ما هي عاقلة تقول لك تحل بينك وبين أمك، إياك ثم إياك، احذر. ولا يتسلط عليك حب الزوجة وحب الأولاد على حب الوالدين. ونسأل الله بعزتي وجلالي وعظمتي وكمالي وأسمائي الحسنى وصفاتي العلى أن يجزيهم عنا خير ما جزى والدين عن ولد. اللهم اغفر لأمواتهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم. اللهم اغفر لهم ولآبائهم وأمهاتهم إلى المنتهى. اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولد، وضاعف أجرهم في ذلك. اللهم أعلي مرتي، أسألك من كان من محيا أن تحسن خاتمته وأن تبارك قوله وعمله. اللهم اجعلنا من البارين، اللهم اجعلنا من البارين، وأعطنا أفضل ما أعطيت بارا في بره، وافتح علينا بذلك أبواب الرحمات، وبلغنا معهم أعالي الفردوس في الجنات، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الواصلين، واجعلنا من البارين، واجعلنا من أهل الرضا يا أرحم الراحمين. اللهم لا تحل بيننا وبين رضاك في والدينا بشيء، بلغنا أعالي الدرجات، واغفر لنا في الحياة وفي الممات، وأوجد لنا واسع الرحمات يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اسعدهم سعادة السعداء، اللهم نعيمهم نعيم الشهداء، اللهم أنزلهم منازل الأتقياء، واجزهم عنا خير الجزاء. اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولد، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولد. اللهم اغفر لهم ما قصروا في حقنا، اللهم اغفر لهم ما قصروا في حقنا، وبدل سيئاتهم حسنات، وأوجد لهم رفعة الدرجات ونعيم الجنات يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على برهم أحياء وأمواتا، اللهم أعنا على برهم ورضاهم يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لهم أتم المغفرة وأشملها وأعمها وأخصها، وارحمهم أتم الرحمة وأشملها وعمها وأخصها يا أرحم الراحمين. اللهم أحلناهم إليك أن تجزيهم بأحسن الجزاء، وأن تنزلهم منازل السعداء، وأن تجعلهم في جوار النبيين والصديقين والأتقياء يا فاطر الأرض والسماء يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لأحيائهم ويسر أمورهم، واشرح صدورهم وأحسن خواتمهم، وأصلح أقوالهم وأعمالهم وأرضهم عنا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ما قصرنا في حق والدينا أحياء وأمواتا، اللهم ارفع عنا آثار ذلك من السوء في ديننا ودنيانا يا أرحم الراحمين. اللهم اجبر كسرنا وارحم ضعفنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم وأوسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض.